ليغزى الأشرار. لازم في لحظة عدل كده، إن كل الكذابين والظالمين والمفتريين هم اللي هيغزوا، هم اللي هيتفضحوا، هيبان الغلط عليهم، وكل اللي اتظلموا واتذلوا هيكرموا. لازم ربنا يعدل الأمور، لأنه إله صالح، إله عادل. فإن تأنى يتأنى ويطول باله، لكنه لا يبرئ البتة، يعني ما يسيبش ظالم يعدي، ما يسيبش مفتري يكمل كده وخلاص. يأتي عليكم كل دم زكي، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخ. فكان بيتوعد اليهود إن أنا محوش لكم. ليه؟ لأن أنتوا أشرار ومش راضين تتوبوا.